أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء مع العرب من محطة إذاعة الجماعة الإسلامية الأحمدية MTA، مسلم تلفزيون أحمدية. كنا بصدد تناول كتاب إعجاز المسيح لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، الذي يفسر فيه سورة الفاتحة بطريقة إعجازية، لأنه يفسرها باللغة العربية وهي ليست لغته، ويفسرها بأسلوب جميل، والمعاني التي فيها هي معان مبتكرة، معان من تعليم الله سبحانه وتعالى له. فنواصل ما كنا فيه. بعد أن تحدث حضرته عن الرحمانية وبين أن بفيض الرحمانية الإلهية أصبح الله سبحانه وتعالى محبوبا، وبفضل الرحيمية الإلهية كان الله تعالى محبا للمؤمنين الذين استجابوا لرحمانيته وكانوا مطيعين مخلصين له. ثم يقول حضرته: ثم إن ذات الله تعالى كما اقتضت لنفسها أن تكون لنوع الإنسان محبوبة ومحبة، كذلك اقتضت لعباده الكمل أن يكونوا لبني نوعهم كمثل ذاته خلقا وسيرة، ويجعلوا هاتين الصفتين لأنفسهم لباسا وكسوة. أي أنه الله سبحانه وتعالى كما برحمانيته ورحيميته كان محبوبا ومحبا، محبوبا من البشر ومحبا للمؤمنين، لذلك اقتضى أن يكون عباده الذين هم على مستوى الكمال من الإيمان والطاعة أن يكونوا أيضا بالنسبة لسائر البشر كما بأخلاق الله تعالى في خلقه وسيرته، أي أن يتصفوا بهاتين الصفتين، ليتخلق العبودية بأخلاق الربوبية ولا يبقى نقص في النشأة الإنسانية، أي ليتخلق الإنسان العبد لله بأخلاق الله تعالى، وبذلك تكتمل النشأة الإنسانية، لأن الإنسان دون تمكن هاتين الصفتين فيه يكون كسائر الأنعام، بل إنه أحيانا يكون أدنى درجة من هذه الأنعام، ولكنه إذا تخلق بأخلاق الله اكتملت خلقته وصار إنسانا كاملا. والطريقة التي اتبعها الله سبحانه وتعالى هو: فخلق النبيين والمرسلين، فجعل من بعضهم مظهر صفته الرحمن وبعضهم مظهر صفته الرحيم، ليكونوا محبوبين ومحبين ويعاشروا بالتحابب بفضله العظيم، فأعطى بعضهم حظا وافرا من صفة المحبوبية وبعضا آخر حظا كثيرا من صفة المحبية، وكذلك أراد بفضله العميم وجوده القديم، أي أنه سبحانه اختار الأنبياء وأرسلهم، فبعضهم كان مظهرا أساسيا لصفة الرحمن والبعض الآخر أساسا يبدون صفة الرحيمية. وللعلم لابد أن يكون في كل نبي شيء من هذه الصفة وشيء من الصفة الأخرى، فالذين تبرز فيهم صفة الرحمانية ويكونون مظهرا لهذه الصفة، والآخرين تظهر فيهم صفة المحبية. ولما جاء زمان خاتم النبيين وسيدنا محمد سيد المرسلين، أراد هو سبحانه أن يجمع هاتين الصفتين في نفس واحدة، فجمعهما
في نفسه عليه ألف ألف صلاة وتحية، فلذلك ذكر تخصيصا صفة المحبوبية والمحبية، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما جاء وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختاره بحيث يكون مظهرا كاملا لهاتين الصفتين، المحبوبية أي الرحمانية، والمحبية أي الرحيمية. فلذلك ذكر تخصيصا صفة المحبوبية والمحبية، أي أن الله سبحانه وتعالى اختار صفة الرحمن والرحيم ليبدأ بها سورة الفاتحة لهذا السبب، أو هذا من ضمن الأسباب التي ابتدأ بها السورة بهاتين الآيتين الصفتين اللتين تتكرران في كل صلاة وفي كل ركعة. لماذا؟ لأنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصفة المحبوبية والمحبية. فلذلك ذكر تخصيصا صفة المحبوبية والمحبية على رأس هذه السورة ليكون إشارة إلى هذه الإرادة، وسمى نبينا محمدا وأحمد كما سمى نفسه الرحمن والرحيم. إذن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم، وهذا معناه محمد وأحمد، لأن الرحمانية هي أن يكون الإنسان محبوبا، والمحبوب محمد، المحمد الذي يحمد كثيرا لحسن صفاته وكمالها فيكون محبوبا أي رحمانا، وأحمد أي الذي يحبه الناس ويحمدونه على وهو يحمد الناس على استجابتهم وطاعتهم له كما يفعل الله تعالى مع خلقه، فكان أحمد، فأحمد تعني المحبية وتعني الرحيمية. فهذه إشارة إلى أنه لا جامع لهما على الطريقة الظلية إلا وجود سيدنا خير البرية. إذن سيدنا محمد خير البرية هو الذي يجمع هاتين الصفتين في نفسه على الطريقة الظلية، وهذه الكلمة يقولها سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود بمعنى أنه على سبيل أنها أخذ من الله، ليس هو الله وليست فيه صفات الله الإلهية الربانية، لا، وإنما هو يتشبه بالله ويتمتع بهذه الصفات على المستوى البشري، فهو هذه الصفات فيه ليست كإله وإنما كبشر. وأيضا عندما يقول الإمام المهدي أنه نبي ظلي، أي أنه ليس منفصلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن النور يأخذه من محمد، أن العلم يأخذه من محمد، المكانة يأخذها من محمد، دون أن ينال ذلك من نور محمد صلى الله عليه وسلم ولا من مكانته أي شيء، لأنه خاتم النبيين. وهذا معنى الظلية، كل جسم في النور له ظل، الظل غير الجسم وإن كان يشبهه ويتبعه وينسب إليه. وقد عرفت أن هاتين الصفتين أكبر الصفات من صفات الحضرة الأحدية، بل هما لب اللباب وحقيقة الحقائق لجميع أسمائه الصفاتية. وقد ذكر من قبل أن صفة الرحمانية وصفة الرحيمية هاتان الصفتان هما الأساس لكل صفات الله تعالى التي تتعلق بالبشر، وهما معيار كمال كل من استكمل وتخلق بالأخلاق الإلهية. المفروض أن البشر يتخلقون بأخلاق الله، والدليل على صدق تخلقهم بأخلاق الله أن تظهر وتتجلى فيهم هذه هاتان الصفتان، صفة الرحمانية وصفة الرحمية، صفة محمد وصفة أحمد، صفة المحبوبية وصفة المحبية. فإنه وما أعطى نصيبا كاملا منهما إلا نبينا خاتم سلسلة النبوة، فإنه أعطى اسمين كمثل هاتين الصفتين،
أولهما محمد والثاني أحمد من فضل رب الكونين. أما محمد فقد ارتدى رداء صفة الرحمن وتجلى في حلل الجلال والمحبوبية وحمد لبر منه والإحسان، وأما أحمد فتجلى في حلة الرحيمية والمحبية والجمالية. إذن صفة الرحمانية تتميز بالجلال، وصفة الرحيمية تتميز بالجمال، فضلا من الله الذي يتولى المؤمنين بالعون والنصرة، فصار اسم نبينا بحذاء صفتي ربنا المنان كصور منعكسة تظهرها مرآتان متقابلتان، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مرآة تنعكس عليها صفة الرحمانية من ناحية فهو محمد، وتنعكس عليها صفة الرحيمية من ناحية أخرى فهو أحمد. وتفصيل ذلك أن حقيقة صفة الرحمانية عند أهل العرفان هي إفاضة الخير لكل ذي روح من الإنسان وغير الإنسان من غير عمل سابق، بل خالصا على سبيل الامتنان، أي أن الله سبحانه وتعالى امتن على مخلوقاته بصفة الرحمانية هذه وأعطاهم كل الخير على البشر وسائر الكائنات الحية دون أن يكون هناك عمل تستحق عليه هذا الفيض وهذا الخير، إنه امتنان، إنه منة من الله تعالى. ولا شك ولا خلاف أن مثل هذه المنة الخالصة التي ليست جزاء عمل عامل من البرية تجذب قلوب المؤمنين إلى الثناء والمدح والمحمدة، فيحمدون المحسن ويثنون عليه بخلوص القلوب وصحة النية، فيكون الرحمن محمدا يقينا من غير وهم يجر إلى الريبة. لما كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم وامتن على البشر بنعمه الجزيلة، فلا بد وأن البشر الصادقين المخلصين يحمدونه على ذلك ويمدحونه ويثنون عليه ويتغنون بفضله وكرمه وجوده وكل هذه النعم. في هذه الحالة يكون الله محبوبا ويكون المحبوب دائما محمد، أي أنهم يحمدونه دائما على هذه النعم. فيكون الرحمن محمدا يقينا من غير وهم يجر إلى الريبة، فإن المنعم الذي يحسن إلى الناس من غير حق بأنواع النعمة يحمده كل من أنعم عليه، وهذا من خواص النشأة الإنسانية، أي أن الإنسان بطبعه إذا أنعم عليه بنعم كثيرة دون أن يفعل شيئا يستحق بها هذه النعم لابد وأن يثني ويشكر ويحمد هذا الذي أنعم عليه ويكون محبا له، أي أن المنعم يكون محبوبا ويكون محمدا. ثم إذا كمل الحمد بكمال الإنعام جذب ذلك إلى الحب التام، إذا استمرت النعم ووصلت إلى حد الكمال وتصل النعمة إلى حد الكمال عندما يفيض الله برحمته على الناس بالوحي الإلهي الذي يرفع البشر ويجعلهم في أرقى مراتب الكمال، عندئذ فإن البشر أو إن الإنسان في هذه الحالة لابد وأن يكون حبه تاما كاملا لله تعالى، فيكون المحسن محمدا ومحبوبا في أعين المحبين، فهذا مآل صفة الرحمن ففكر كالعاقلين. وقد ظهر من هذا المقام لكل من له عرفان أن الرحمن محمد وأن محمدا رحمن. نلخص هذا حتى لا يختلط
الكلام على أحد أو يسيء أحد فهم هذا المعنى وينسب إلينا ما لم نقل، أو ينسب إلى الإمام المهدي ما لم يقل. الله سبحانه وتعالى رحمن، أي منعم بنعم دون ما سبب، فهو بهذا يكون محبوبا، والمحبوب لا بد وأن يثني عليه من يحبونه فيكون محمد. النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصفة التي تخلق بها من أخلاق الله تعالى، فهو أيضا محبوب، والذين يحبونه يثنون عليه فهو محمد. إذن في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن الرحمن محمد لا بد وأن يحمد، لا بد وأن يشكر، وأن محمدا لا بد وأن يكون رحمانا، لأنه كيف يحمد وكيف يكون محمد إلا إذا كان يعطي دون أجر، لا يطلب أجر، ودون أن يكون من أعطاه قد فعل شيئا يستحق هذا العطاء. والقرآن يبين أن سيدنا محمد والرسل أيضا كانوا يعطون الخير ولا يطلبون أجرا، لا نسألكم عليه أجرا، والذي يعطي ولا يسأل أجرا هذا لابد أن يكون محمدا، ولابد أن يكون فيه صفة الرحمن أو الرحمانية. ولا شك أن مآلهما واحد، وقد جهل الحق من هو جاحد، بمعنى أنه إذا كان أحد رحمن فلا بد أن يكون محمد، وإذا كان أحد محمد فلا بد وأن يكون رحمانا، أي أن معنى كلمة رحمن محمد، ومعنى كلمة محمد رحمن. وأما حقيقة صفة الرحيمية وما أخفي فيها من الكيفية الروحانية، فهي إفاضة إنعام وخير على عمل من أهل مسجد لا من أهل دير. هذا هو الفرق بين الرحمانية والرحيمية. الرحيمية هي إفاضة النعم والخير على من؟ على أهل مسجد وليس أهل دير. لماذا أهل مسجد؟ يقصد أولئك الذين آمنوا بالله وأطاعوه وكانوا رواد المساجد وسجدت جباههم لله تعالى إعلانا بشكرهم وحمدهم له على نعمه. في هذه الحالة يستحقون الرحيمية، عندئذ يفيض الله تعالى عليهم بنعم أخرى كثيرة. على عمل من أهل مسجد لا من أهل دير، وتكميل عمل العاملين المخلصين، وجبر نقصانهم كالمتلافين والمعينين والناصرين. أي أن رحمة الله تعالى من الرحيمية تتنزل على هؤلاء الذين هم من أهل المسجد، الذين هم العاملين المخلصين، فيكمل الله أعمالهم ويرفع درجاتهم ويوفقهم إلى مزيد من الخير، يتلافى نقصهم ويعينهم وينصرهم دائما. هذه هي الرحمة النابعة من الرحيمية، وليس كما يظن الناس أن الله يوزع رحمته يمينا ويسارا دون نظام ودون معيار. رحمته التي ينعم بها على الجميع هي النابعة من الرحمانية. أما رحمة التكميل ورفع الدرجة ورفع الشأن فهذه هي التي تنبع من الرحيمية، جزاء وفاقا للعمل الصالح وحب الله والإخلاص في هذه العبادة. ولا شك أن هذه الإفاضة في حكم الحمد من الله الرحيم، فإنه لا ينزل هذه الرحمة على عامل إلا بعدما حمده على نهجه القويم ورضي به عملا ورآه مستحقا للفضل العميم. إذن عندما ينزل الله تعالى رحمته على إنسان فكأن الله يحمد هذا الإنسان، الله يثني على هذا الإنسان، يشكر هذا الإنسان، وهذه هي الرحيمية، وهذا هو معناها، لأن الرحمة لا تنزل إلا بهذه الشروط. فكأن الله ارتضى من هذا الإنسان عمله ووجده أهلا للحمد فأنزل عليه رحمته. ألا ترى أنه لا يقبل عمل الكافرين والمشركين
والمرائين والمتكبرين، بل يحبط أعمالهم ولا يهديهم إليه ولا يهديهم إليه ولا ينصرهم بل يتركهم كالمخذولين. نعم، إن الله أبلغنا وعلمنا أن الذي لا يؤمن به إيمانا صحيحا والذي لا يطيعه بإخلاص فإن عمله مهما كان فإنه يحبطه ولا قيمة له، وعندئذ لا تتنزل عليه الرحمة من الرحيمية، وعندئذ لا يثني عليه الله ولا يحمده، إذن يكون غير محبوب وغير محمد. فلا شك أنه لا يتوب على أحد بالرحيمية ولا يكمل عمله بنصرة منه والإعانة إلا بعدما رضي به فعلا وحمده حمدا يستلزم نزول الرحمة. ثم إذا كمل الحمد من الله بكمال أعمال المخلصين فيكون الله أحمد والعبد محمدا. إذا كان الإنسان العبد المخلص استحق ثناء الله عليه فإن هذا العبد صار محمدا، وفي هذه الحالة يكون الله تعالى هو الذي يحمده، هو حامده، هو أحمد. إذن في هذا الوضع عندما يصل الإنسان إلى مرتبة تنزل الرحيمية عليه، الرحمة عليه، فإنه في هذه الحالة يكون العبد محمدا والله أحمد. فسبحان الله أول المحمدين والأحمدين، أي أن الله هو أول المحبوبين وأول المحبين، إذن هو الرحمن وهو الرحيم حق المعنى. أما هذا المعنى بالنسبة للإنسان فهو ظل لرحمانية الله ورحيمية الله. وعند ذلك يكون العبد المخلص في العمل محبوبا في الحضرة، فإن الله يحمده من عرشه وهو لا يحمد أحدا إلا بعد المحبة. وقد رأينا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أثنى على النبي ثناء جميلا، وهذا معناه أنه ارتضى عمله وارتضى خلقه وارتضى سلوكه وأثنى عليه هذا الثناء، فكان الله أحمد له وكان هو محمد عليه الصلاة والسلام. فحاصل الكلام أن كمال الرحمانية يجعل الله محمدا ومحبوبا، ويجعل العبد أحمد ومحبا يستقري مطلوبا، وكمال الرحيمية يجعل الله أحمد ومحبا ويجعل العبد محمدا وحبا. المسألة سهلة وبسيطة. من إذا نظرنا من ناحية الله، الله هو الرحمن فهو في هذه الصفة يكون محمدا، العبد يشكره على ذلك فيكون العبد أحمد. من الناحية الأخرى الإنسان العبد يخلص العبادة لله ويشكره ويثني عليه لهذه النعم فيتقدم ويرتقي، الله يرقيه، إذن الله قد حمده، الله قد أثنى عليه، فيصبح العبد محمدا ويكون الله أحمد. إذن من زاوية الله يكون محمد ويكون أحمد من زاوية أخرى، والعبد يكون محمدا من زاوية ثم يكون أحمد من زاوية أخرى. وستعرف من هذا المقام شأن نبينا الإمام الهمام، فإن الله سماه محمدا وأحمد وما سمى بهما عيسى ولا كليمة، وأشركه في صفتيه الرحمن والرحيم بما كان فضله عليه عظيما. إذن تسمية الرسول واختيار هذا الاسم له محمد وأحمد هو ليتفق هذان الاسمان مع اسم الله تعالى الرحمن والرحيم. محمد تساوي وتوازي الرحمن، وأحمد توازي الرحيم. وما ذكر هاتين الصفتين في البسملة إلا ليعرف الناس أنهما لله كالاسم الأعظم، أي أن أعظم اسمين لله هما الرحمن والرحيم.
وللنبي من حضرته كالخلعة، أي أن الله خلع على النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين وإن كان باسم آخر وهو محمد وأحمد، كالخلعة كالهدية كاللباس الذي يزين الإنسان ويحسنه. فسماه الله محمدا إشارة إلى ما فيه من صفة المحبوبية، وسماه أحمد إيماء إلى ما فيه من صفة المحبية. أما محمد فلأجل أن رجلا لا يحمده الحامدون حمدا كثيرا إلا بعد أن يكون ذلك الرجل محبوبا، وأما أحمد فلأجل أن حامدا لا يحمد أحدا بحمد كاثر إلا الذي يحبه ويجعله مطلوبا. هذا هو نفس المعاني السابقة بأسلوب آخر، وسيدنا الإمام المهدي يعني يحاول أن يبين قدرته في اللغة العربية وتناول المواضيع الموضوع بعدة أساليب من هنا ومن هنا ليزيده إيضاحا وليبين مدى قدرته على التناول اللغة العربية. وكذلك يوجد في اسم أحمد معنى المحبية من الله، من الله ذي الأفضال والإنعام. ولا ريب أن نبينا سمي محمدا لما أراد الله أن يجعله محبوبا في أعينه وأعين الصالحين. أن الله كأن الإمام المهدي يقول أن تسمية سيدنا محمد بهذا الاسم ليست من جده ولا من أمه ولا من أهله، وإنما هي توجيه وتسيير وإلهام من الله تعالى أن يسموه بهذا الاسم، لأن هذا هو الاسم الذي يتفق مع مهمته ومع الصفة التي خلعها الله عليه ليكون مظهرا لها. ثم إن الله بنفسه هو الذي سماه أحمد، فتمم له الاسمين ليكون عليه الصلاة والسلام مظهرا للرحمانية ومظهرا للرحيمية. فهو محمد بشأن وأحمد بشأن، واختص أحمد واختص أحد هذين الاسمين بزمان والآخر بزمان. إذن فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد وأحمد، فإن الله أظهر وطبق صفة المحمدية في زمن، وأراد أن يطبق صفة الأحمدية في زمن آخر، وقد أشار إليه سبحانه في قوله دنا فتدلى، وفي قوله قاب قوسين أو أدنى. في قوله دنا وتدلى، هذا دنا فتدلى هذه فسرت في مواضع أخرى، أوجزها لحضراتكم من مما سمعته من مولانا إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية أمير المؤمنين. يقول أن سيدنا محمد دنا من الله بعبادته الخالصة، دنا وارتقى من الله سبحانه وتعالى حتى ذاب في الربوبية، ثم أعاده الله إلى الناس. ذهب إلى الله وقد تخلى عن بشريته ونسي العالم ونسي كل شيء في حبه لله، ثم تدلى عاد مرة أخرى ونزل إلى الخلق بعد أن اكتسب من قربه من الله سبحانه وتعالى هذه الأنوار من الرحمانية والرحيمية. وبقوله قاب قوسين أو أدنى، إذا تصورنا أن هناك قوسين لهما وتر مشترك، فسيدنا محمد ها هو ذلك الوتر المشترك. وتر للسهم الرباني، هو وتر للسهم الله، وفي نفس الوقت هو وتر للبشر، فكأنه يخدم غرضا في اتجاهين، يأخذ من الله ويعطي البشر، هو الوصلة التي تصل بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر، وهذه هي الشفاعة، هو الشفيع المشترك من الله وإلى البشر.
نأخذ بضع دقائق على سبيل الراحة ونستمع فيها إلى الطالب عطاء المنعم راشد، وهو طالب باكستاني ليست لغته العربية ولا يتكلم العربية ولا يكتب بالعربية، ولكنه يحفظ بعض أشعار مما كتبه سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود باللغة العربية، وهم يحبون هذا الشعر ويتبركون به. وعطاء المنعم راشد سنه 12 سنة، وهو ابن مولانا عطاء المجيب راشد إمام مسجد لندن، وجده هو مولانا أبو العطاء الجالندهري، وهذا من كبار علماء الأحمدية والمبشرين بالأحمدية، وكان من حظ البلاد العربية أنه زار هذه البلاد في فلسطين وفي مصر، وقام بجولات هناك ودافع عن الإسلام وتصدى لكثير، جهاده كبير معروف، نرجو إن شاء الله أن نوفق في أن نقدمه إليكم. تفضل تعالى. وسيقرأ قصيدة تسمى إحدى قصائد الإمام المهدي، وهي قصيدة طويلة. هذه القصيدة أولها علمي من الرحمن ذي الآلاء، وتنتهي بعد 257 بيتا من الشعر. قصيدة للإمام المهدي الذي ليست لغته العربية، تتكون من 257 بيتا. سنسمع منه بعض هذه الأبيات. بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. علمي من الرحمن ذي الآلاء، بالله حزت الفضل لا بدهائي، كيف الوصول إلى مدارج شكره، نثني عليه وليس حول ثنائي. علمي من الرحمن ذي الآلاء، الله مولانا وكافي أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي، بشرى لنا إنا وجدنا مونسا ربا رحيما كاشف الغماء. علمي من الرحمن ذي الآلاء، والله نحن المسلمون بفضله، لكن نزا جهل على العلماء، نختار آثار النبي وأمره، نكفو كتاب الله للآرائي، إنا نطيع محمدا خير الورى، نور المهيمن دافي الظلماء. أفنحن من قوم النصارى أكفر، ويل لكم ولهذه الآراء. علمي من الرحمن ذي الآلاء، بالله حزت الفضل لا بدهائي، كيف الوصول إلى مدارج شكره، نثني عليه وليس حول ثنائي. جزاكم الله شكرا. جزاكم الله. سمعتم هذه الأبيات الرقيقة البليغة التي تعبر عن إيمان وحب حقيقي لله سبحانه وتعالى. أرى أنها واضحة ومفهومة، لكن لا بأس في أن أقول بسرعة
المعنى ربما يحتاج البعض إلى أن يتعرف على المعنى. علمي من الرحمن ذي الآلاء ذي الفضل، بالله حصت الفضل لا بدهائي. أنا هذا الفضل الذي هذا العلم الذي أخذته عن الله ليس بفضلي أنا، ولكنه فضل من الله، ليس بدهائي وليس بذكائي وليس بشهاداتي وليس بدكتوراه حصل، لا لا لا، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. كيف الوصول إلى مدارج شكره؟ كيف نستطيع الوصول إلى شكر الله؟ نثني عليه، نحن نثني عليه ونشكره ونمدحه، ولكن ليس عندنا القدرة على أن نؤدي هذا الواجب حق الأداء. الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي. بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا، الحمد لله، هذه بشرى لنا أن الله سبحانه وتعالى صار أنيسا لنا، ربا رحيما، كاشف الغماء، كاشف الكروب. والله نحن المسلمون بفضله. الحقيقة إننا نحن المسلمين، ولكن ما الذي جرى؟ نزا جهل على العلماء. العلماء قد سطى عليهم الجهل بحيث لم يعودوا يتعرفوا على أهل العلم ويتعرفوا على الصادقين. نختار آثار النبي وأمره، إننا لا نتبع إلا خطى النبي صلى الله عليه وسلم، نقف كتاب الله للآراء، نسير وراء كتاب الله ليس آراء الناس. لا تهمنا آراء الناس في أي شيء ولا في أي جانب، الذي يهمنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نطيع محمدا خير الورى، نور المهيمن دافع الظلماء. إن يقول هو أن إنني أطيع محمدا خير الورى، وبالتالي فإن أتباعه يطيعون محمدا خير الورى. هذا المحمد هو نور المهيمن دافع الظلماء، هو الذي جاء بنور الله، وهو الذي أزال الظلمات من هذه الدنيا. هل بعد هذا؟ أفنحن من قوم النصارى أكفر؟ بعض الناس قالوا عنا أننا أكفر من النصارى، هل هذا يجوز؟ ويل لكم ولهذه الآراء، سوف يريكم الله ويرد عليكم هذا الطغيان وهذه التهم التي تجاوزتم فيها الحدود. إن شاء الله سوف نحاول أن بين الحين والآخر أن تستمعوا إلى بعض أشعار سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود باللغة العربية، لتتبينوا قبل أن تتبينوا جمال أسلوبه وفصاحته في اللغة العربية التي كتب بها هذا الشعر، ورقة مشاعره وصدق ما في قلبه من حب لله ولرسوله وللإسلام وللمؤمنين، لتتبينوا المعاني الجميلة التي يعبر بها عن إيمانه وعن مهمته وعن الأهداف التي يسعى إليها. بعد ذلك نسير فيما كنا فيه. ثم لما كان يظن أن اختصاص هذا النبي المطاع السجاد بهذه المحامد من رب العباد يجر إلى الشرك كما عبد عيسى لهذا الاعتقاد، أراد الله أن يورثهما الأمة المرحومة على الطريقة الظلية، ليكون للأمة كالبركات المتعدية، وليزول وهم اشتراك عبد خاص في الصفات الإلهية. يريد القول حتى لا يظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده قد اختص بهذه الميزة، ميزة أن يكون مظهرا للرحمانية ومظهرا للرحيمية، وهما صفتان من صفات الله تعالى ومن محامده سبحانه، فإن ربما يجر هذا إلى الشرك كما حدث بالنسبة لسيدنا عيسى ابن مريم النبي الإسرائيلي الذي جاء لبني إسرائيل. الطريقة التي تتبع في هذه الحالة أن يورث الله هاتين الصفتين
لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على طريقة ظلية، أي كما كان محمد ظلا في هذه الصفات للصفات الإلهية، أيضا أتباع محمد والمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم يكونون أيضا أظلال لهذه الصفات. وليزول وهم اشتراك عبد خاص في الصفات الإلهية، فجعل الصحابة وهم اشتراك عبد خاص، فجعل الصحابة ومن تبعهم مظهر اسم محمد بالشؤون الرحمانية الجلالية. يريد حضرته القول بأن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم تجلى الله تعالى، جعل الله فيهم صفة الرحمانية الجلالية، لأن صفة الرحمن، صفة الرحمانية فيها الجلال، لأن الذي يعطي ولا يحتاج إلى عمل ويعطي كل شيء بداء، هذا يتصف بالجلال. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه كانوا متصفين بهذه الصفة. وكيف كان ذلك؟ وجعل لهم غلبة ونصرهم بالعنايات المتوالية. لتظهر صفة الجلالية كانت الغلبة دائما في ركابهم. وجعل المسيح الموعود مظهر اسم أحمد وبعثه بالشؤون الرحيمية والجمالية. ثم في زمن آخر يأتي المسيح الموعود وهو بعث جديد للإسلام وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فكانت له صفة الأحمدية، أي أنه متصف بالرحيمية وبالجمالية. وكتب في قلبه الرحمة والتحنن وهذبه بالأخلاق الفاضلة العالية، لأن بعد أن حرم المسلمون من كل هذه لم يعد لهم شيء من هذه ولا من تلك، أفاض الله تعالى عليهم بهذه الأخلاق الفاضلة العالية. فذلك هو المهدي المعهود الذي فيه يختصمون، وقد رأوا الآيات ثم لا يهتدون، ويصرون على الباطل وإلى الحق لا يرجعون، وذلك هو المسيح الموعود ولكنهم لا يعرفون، وينظرون إليه وهم لا يبصرون. فإن اسم عيسى واسم أحمد متحدان في الهوية ومتوافقان في الطبيعة، ويدلان على الجمال وترك القتال من حيث الكيفية، أي أن اسم سيدنا أحمد، اسم المسيح ابن مريم، مطابق لاسم أحمد من ناحية الأعمال ومن ناحية الصفات. نحن نعرف أن سيدنا المسيح جاء بالسلام، جاء بالاطمئنان، جاء بنبذ القتال ونبذ العنف ونبذ الشدة. وهو الذي قال أن من لطمك على خدك الأيمن أعطه الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فأعطه إزارك، يعني المسالمة والموادعة فيه. هذه الصفة أيضا هي صفة أحمدية، وهي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اسم محمد فهو اسم القهر والجلال، وكلاهما للرحمن والرحيم كالأظلال، أي أن القهر والجلال ظل للرحمانية، وأن الجمال والسلام ظل للرحيمية. ألا ترى أن اسم الرحمن الذي هو منبع للحقيقة المحمدية يقتضي الجلالة كما يقتضي شأن المحبوبية؟ ومن رحمانيته تعالى أنه سخر كل حيوان للإنسان من البقر والمعز والجمال والبغال والضان، وأنه أهرق دماء كثيرة لحفظ نفس الإنسان، وما هو إلا أمر جلالي ونتيجة رحمانية الرحمن. انظروا من أين استقى هذا المعنى، انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى برحمانيته سخر الحيوان للإنسان، وهذه الجلالية.
هذا هو القهر، هذه هي القوة، هذا هو الجبروت. ولذلك نحن مأمورون بأن ندعو سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا الجلال الذي أعطي لهم، أعطي لهم من الله، فهو الذي سخر لهم هذه الحيوانات. وأن أهرق نذبح هذه الحيوانات ليأكلها ويعيش عليها الإنسان وتحفظ حياته، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا عمل جلالي وهذا من رحمانية الله، لأنه بهذه الرحمانية نعيش وزودنا بهذه الأمور. إذن هذا الجلال صورة ظل للرحمانية، فثبت أن الرحمانية تقتضي القهر والجلال، لأن الرحمن لابد أن يكون قهارا ذا جلال. ومع ذلك هو من المحبوب لطف لمن أراد له النوال، أي أن هو بالنسبة للذي ينتفع بهذه النعم هذا شيء لطيف. وكم من دود المياه والأهوية تقتل للإنسان، وكم من الأنعام تذبح للناس إنعاما من الرحمن. هذا الماء الذي نشربه كثيرا من الكائنات تقتل، والميكروبات والجراثيم كل هذه تقتل، لماذا؟ ليعيش الإنسان. فخلاصة الكلام إن الصحابة كانوا مظاهر للحقيقة المحمدية الجلالية، ولذلك قتلوا قوما كانوا كالسباع ونعم البادية، ليخلصوا قوما آخرين من سجن الضلالة والغواية ويجروهم إلى الصلاح والهداية. إذن النصر الذي جعله الله في ركاب جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، والرهبة التي ألقاها في قلوب أعدائه، وقدرتهم على قتل والقضاء على أعداء الله عندما يواجهونهم في المعارك، هذا مظهر من مظاهر الجلال الرحمانية. وقد عرفت أن الحقيقة المحمدية هو مظهر الحقيقة الرحمانية، ولا منافاة بين الجلال وهذه الصفة الإحسانية، أي أن هذا وإن كان بعض الناس يتعرض لأن يقتل دفاعا عن الإسلام أو ذودا عن المسلمين، فهذا لا يتناقض مع صفة الإحسانية. لماذا؟ لأن الإحسان يعم الناس كلهم، فإذا كان القليل والبعض منهم يقضى عليه في سبيل حياة البشرية فلا بأس في ذلك، هذا متفق مع الإحسانية. نحن نذبح الدجاج ونذبح الخراف لنأكلها، لأن هذا إحسان للإنسان، وهذه الكائنات الله سبحانه وتعالى برحمانيته سخرها لهذا الغرض. بل الرحمانية مظهر تام للجلال والسطوة الربانية. وهل حقيقة الرحمانية إلا قتل الذي هو أدنى للذي هو أعلى؟ وكذلك جرت عادة الرحمن مذ خلق الإنسان وما وراءه من الورى، أي أن هذه سنة الله، وهذه السنة من الرحمانية، أن الشيء الأدنى يضحى به من أجل من هو أعلى منه مرتبة، وهذا يضحى به لمن هو أعلى منه مرتبة، حتى نصل إلى الإنسان، والإنسان يضحي بنفسه لمن هو أعلى منه مرتبة، الله سبحانه وتعالى. ألا ترى كيف تقتل دود جرح الإبل لحفظ نفوس الجمال، وتقتل الجمال لينتفع الناس من لحومها وجلودها، ويتخذوا من أوبارها ثياب الزينة والجمال، وهذه كلها من الرحمانية لحفظ سلسلة الإنسانية والحيوانية. هو يبين حضرته بأن الجمال أحيانا تصيبها جروح فيكون فيها دود، يقتل هذا الدود حفظا على حياة الجمال، والجمال نفسها تقتل ليأكلها البشر ويتخذوا من جلودها ومن أوبارها متاعا ومصالح لهم. هذه السلسلة، هذه الطريقة هي مظهر لرحمانية الله تعالى. فكما أن الرحمن محبوب كذلك هو مظهر الجلال.
وكمثله اسم محمد في هذا الكمال. ثم لما ورث الأصحاب اسم محمد من الله الوهاب، وأظهروا جلال الله، وقتلوا الظالمين كالأنعام والدواب، كذلك ورث المسيح الموعود اسم أحمد الذي هو مظهر الرحيمية والجمال. إذن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن ذو الجلال، محمد صلى الله عليه وسلم مظهر للرحمانية ومظهر لهذا الجلال، صحابة وجماعة محمد الأولى هي أيضا مظهر للرحمانية أو ظلال للرحمانية وظلال للجلال. كذلك ورث المسيح الموعود اسم أحمد ولمن تبعه وصار له كالآل. فالمسيح الموعود مع جماعته مظهر من الله صفة الرحيمية والأحمدية، ليتم قوله وآخرين منهم، ولا راد للإرادات الربانية، وليتم حقيقة المظاهر النبوية، أي أنه ليتحقق المظهر الثاني وهو مظهر الرحيمية في هذا الزمن الذي اختار الله تعالى فيه أن يعيد للإسلام مجده وقوته وصحته، فإنه أقام الإمام المهدي والمسيح الموعود وسماه أحمد ليتصف بالرحيمية والجمال، أي يتصف بالأحمدية. إذن الآن عرفنا لماذا سميت هذه الجماعة باسم الجماعة الإسلامية الأحمدية، لأن الجماعة الأولى التي قامت في الإسلام كانت الجماعة الإسلامية المحمدية، وهذا إحياء لها وتكرار لها، ولكن الرداء اختلف. ذاك كان الرداء المحمدي ذو الجلال، وهذا هو الرداء الأحمدي ذو الجمال. وبقوله وآخرين منهم يشير إلى قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم، التي جاءت في سورة الجمعة، والتي تبين وتدل على أن الله سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ليفعل ويفعل وآخرين منهم. إذن يبعثه في آخرين، هؤلاء الآخرين لما يلحقوا بهم، هم ليسوا معهم زمنا، وإنما هناك فارق زمني بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ورفع إلى الرفيق الأعلى، إذن لا يأتي مرة أخرى بشخصه وجسده، وإنما يحيى في صورة خادم تابع له، هو سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، وهو الذي يتسمى في هذه الحالة باسم أحمد. وبذلك تتم للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولأمته صفة الرحمانية والرحيمية الجلالية والجمالية المحبوبية والمحبية، ليدل على اسمي محمد وأحمد ومظاهرهما الآتية، أعني الصحابة ومسيح الله الذي كان آتيا في حلل الرحيمية والأحمدية. إذن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أهل الجلال وأهل الرحمانية وأهل المحمدية، وجماعة الإمام المهدي والمسيح الموعود هم أهل الأحمدية وأهل الرحيمية وأهل الجمال. ثم نكرر خلاصة الكلام في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أن اسم الله جامد لا يعلم معناه إلا الخبير العليم، وقد أخبر عز اسمه بحقيقة هذا الاسم في هذه الآية، وأشار إلى أنه ذات متصفة بالرحمانية والرحيمية. هذا المعنى يجب أن نتفهمه، أن اسم الله هذا اسم جامد غير مشتق، أي ليس له أصل مشتق منه. مثلا نقول اسم مثلا محمد، هذه من حمل يحمد فهو حامد، محمد محمود، إذن هو مشتق له أصل في اللغة، ولكن اسم الله
ليس له أصل في اللغة، هذا اسمه اسم ذاته سبحانه وتعالى الدال على الذات الكاملة الواجبة الوجود المستحقة لكل حمد وثناء. وهذا الاسم الذي يعلم حقيقة معناه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعرف نفسه وهو الخبير العليم. ولكن الله أخبرنا بحقيقة هذا الاسم على ما يدل على هذا الاسم، يدل على الرحمن الرحيم. إذن هاتان الصفتان يعني يمكن اعتبارهما توضيح وبيان وتفسير لاسم الله، وأشار إلى أنها ذات متصفة بالرحمانية والرحيمية، أي متصفة برحمة الامتنان ورحمة مقيدة بالحالة الإيمانية. الرحمة الأولى رحمة امتنان يهبها الله لكل إنسان، أما الرحمة الأخرى فهي رحمة مقيدة بحالة الإنسان الإيمانية، يستحقها من كان من الإيمان على قدر يرى الله أنه يستحق به هذه الرحمة. وهاتان رحمتان كماء أصفى وغذاء أحلى من منبع الربوبية، وكل ما هو دونهما من صفات فهو كشعب لهذه الصفات، والأصل رحمانية ورحيمية وهما مظهر سر الذات. أي أن صفة الرحمانية والرحيمية هاتان الصفتان يشتق منهما ويتفرع منهما كل الصفات الأخرى المتعلقة بالإنسان. ثم أعطى منهما نصيبا كاملا من هاتين الصفتين لنبينا إمام النهج القويم، فجعل اسمه محمدا ظل الرحمن، واسمه أحمد ظل الرحيم. والسر في أن الإنسان الكامل لا يكون كاملا إلا بعد التخلق بالأخلاق الإلهية وصفات الربوبية، وهذه العبارة على قدر كبير جدا من الأهمية، هي خلاصة الهدف من خلق الإنسان. الإنسان خلق وأخذ يترقى ويترقى، لماذا؟ ليصل إلى الكمال. متى يصل الإنسان إلى الكمال؟ إذا بعد التخلق بالأخلاق الإلهية وصفات الربوبية. وما دام الإنسان لم يتخلق بعد بهذه الصفات فإنه لا يمكن أن يسمى إنسان، ولا يكون قد حقق شيئا من الهدف الذي من أجله خلقه الله تعالى. وقد علمت أن أمر الصفات كلها تؤول إلى الرحمتين اللتين سميناهما بالرحمانية والرحيمية، وعلمت أن الرحمانية رحمة مطلقة على سبيل الامتنان، ويرد فيضانها على كل مؤمن وكافر، بل كل نوع الحيوان. وأما الرحيمية فهي رحمة وجوبية من الله أحسن الخالقين. وجوبية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول كتب على نفسه الرحمة، الله هو الذي أوجبها على نفسه، لا يمكن لكائن أن يوجب شيئا على الله، ولكن الله هو الذي اختار واقتضى أن يكتب على نفسه الرحمة. وأما الرحيمية فهي رحمة وجوبية من الله أحسن الخالقين، وجبت للمؤمنين خاصة من دون حيوانات أخرى والكافرين. إذن الرحمة، هذه الرحمة التي من الرحيمية أوجبها الله على نفسه للمؤمنين فقط، وليست للكافرين وليست للحيوانات. فلزم أن يكون الإنسان الكامل أعني محمدا مظهر هاتين الصفتين، فلذلك سمي محمدا وأحمد من رب الكونين. وقال الله في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه عزيز وبأنه رحيم،
فأشار الله في قوله عزيز وفي قوله حريص إلى أنه عليه السلام مظهر صفة الرحمن لفضله العظيم. وهنا حاشية كتبها حضرته يقول: قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا يستقيم هذا المعنى إلا في الرحمانية، فإن الرحيمية يختص بعالم واحد من المؤمنين. يبين إن كيف يكون متصفا بهاتين الصفتين، لابد وأن يتصف بهاتين الصفتين. والقرآن يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن لابد وأن يكون كل جوانب الرحمة فيه، لأنه سيكون رحيما بالمؤمنين وبغير المؤمنين، لكل العالمين. وهذا هي هذه من الرحمانية، لأن الرحيمية بقوله رؤوف رحيم، الرحيمية لا تختص إلا بالمؤمنين، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، مؤمنين وغير مؤمنين. إذن لابد وأن يوصف بالرحمانية وبالرحيمية، أي بعزيز وبرحيم، لأنه رحمة للعالمين كلهم، ولنوع الإنسان والحيوان، وأهل الكفر والإيمان. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعله رحمانا ورحيما كما لا يخفى على الفهيم، وحمده وعزى إليه خلقا عظيما من التفخيم والتكريم، كما جاء في القرآن الكريم. وإن سألت ما خلقه العظيم، فنقول إنه رحمن ورحيم. ومنح عليه الصلاة والسلام هذين النورين وآدم بين الماء والطين، وكان هو نبيا، وما كان لآدم أثر من وجود ولا من الأديم. إن شاء الله نكمل هذا في اللقاء القادم. شكرا لكم على حسن استماعكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.